يا رب تطلع لي عيلة غنية، يا رب يا رب. ايه؟ تجار مخدرات؟ هما ايوه معاهم فلوس، بس انا مش عايزة تبقى عيلتي تجار مخدرات. لأ. يقول لك خفيفة. ايه ده؟ اسراء، ايه الشياكة دي كلها؟ انا طلعت لي عيله غنيه قوي، جابولي كل اللبس ده من زارا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ عيلتك طلعت؟ لا مفيش، باي. لا انا مش عايزة عيلة عادية، انا عايزة عيلة اللي بتروح الساحل دي، مش عايزة عيلة عادية. كوكي طمنيني، عيلتك طلعت؟ انا بصراحة رفضت كل اللي جالي. انت عارفه ان كل واحد ليه 3 اختيارات بس، انت نعم. كده لازم تختاري العيله الاخيره عشان ما تبقيش من غير عيلة. ايه؟ خلاص انا اكيد هقبل الاخيرة، العيلة التالتة هتظهر. يا رب تبقى عيلة غنية من اللي بيروحوا الساحل. عيلة ملكية؟ الله، حلو ده. هعيش في قصر بقى، اروح ادور على عيلتي. يا ترى فين العنوان ده؟ لو سمحت ممكن تقولي لي العنوان ده فين؟ انتي عايزة تعرفي العنوان ده ليه؟ اصل انا طلعت العيلة الملكية. العيلة الملكية؟ انتي نصابة صح؟ لا انا مش نصابة. واحدة طلعت لها العيلة الملكية، امشي من هنا. ايه ده؟ هو ده العنوان اللي كان مكتوب في الورقة. صباح الخير، هو انتي مامتي؟ مامتك؟ مامتك ازاي يعني؟ اصل انا طلعت لي العيلة الملكية. انا اللي طلعت لي العيلة الملكية، انتي كدابة. انا طلعت لي العيلة الملكية. خلاص خلاص، كل واحدة فيكو توريني العلامة بتاعتها. اوكي، شفتي؟ انا من العيلة الملكية وانتي مامتي. ايه ده؟ وهي كمان من العيلة الملكية، يعني انتوا الاتنين بناتي؟ ايه ده؟ يعني احنا اخوات؟ الله.